بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي في أبان السباكة، كل عام وأنتم بخير. النهاردة إن شاء الله معانا موتور أو مضخة توتال نص حصان، إن شاء الله هنركبها هنجمعها النهاردة عشان ما أطولش عليكم، وتجهيز المواسير إن شاء الله هنقدمه لكم في حلقة تانية إن شاء الله بإذن الله. طبعا معانا جهاز فلوماك برضو توتال. الميزة الحلوة إن إحنا نحاول لما نكون هنشتري مضخة أو موتور يا جماعة وهنركب له أوتوماتيك، ان احنا نجيب نفس النوع او نفس الشركة، بيكون افضل يعني في التشغيل وفي النظام بتاعه، لان طبعا بيكونوا متصممين على سيستم واحد. فكويس يعني ان انا اجيب شركة تكون مثلا نوعين الاتنين. طبعا الموتور معانا الساقية زي ما احنا شايفين، طبعا نحاس انا فينا شكرت فيه بصراحة، وانا بصراحة يعني ما ركبتوش كتير، يعني كذا واحد بس ما ركبتوش كتير عشان اقدر برضه اقارن. اكيد طبعا في ناس جربته وقعد فترة كبيرة عندها. ده معانا الجهاز الفولمايك. الناس بتسألني على حكاية نظام التشغيل، الموتور مثلا يبقى شغال ويفصل، اي تقفل الحنفية يقفل، تيجي تشغله تاني او تيجي تفتح الحنفية ما يدورش الا اذا اتكوا على مفتاح الكهرباء الفصل والتشغيل عشان يشتغل تاني. طبعا ده بيكون مشكلة في الفلوماك يا جماعة. الحاجة التانية لو انا عندي ارتفاع عالي احاول اجيب ضغط عالي. الفلوماك ده فيه نوعين، فيه ضغط عادي وفيه ضغط عالي. الضغط العادي ده هو بيشتغل مثلا دور او اتنين اقصى حاجة، يعني 3 ادوار كمان كتير عليه. اما الضغط العالي ده بيجي يشتغل معانا في الاعمال. طبعا نخلي بالنا من اتجاه السهم عشان لو ركب معانا غلط هتبقى مشكلة. اهو بيبقى فيه على الدخول والخروج بتاعه عليه سهم كده. طبعا انا مش عارف ليه عاملين السن ده هو، يعني ده معانا الشيك بالف اهو يا جماعة، عشان في ناس يقول لك مفهوش. لا، هو في شيك بالف اهو بيبقى راكب على الخروج بتاعه، على الخروج بتاعه عشان يحتفظ لي بضغط المية اللي موجود في الشبكة او في الخط، عشان لما اجي اشتغل يبقى انا عندي في نظام في التشغيل. النهارده طبعا انا جايب له جلبه. طبعا الجلبه دي يعني لو احنا مش عايزين نركبها مفيش مشكله، هو الفلوماك يركب على المضخ على طول، يعني له سن خارجي بوصه. الدخول والخروج بتاع الفلوماك يا جماعه، اي فلوماك بيكون 1 بوصه 32 مللي، يعني ينفع يركب على المضخ. بس انا بفضل ان انا اركب جلبه نحاس تكون ترفع لي الجهاز عن المضخ، بحيث لو انا عندي مثلا الموتور حصل فيه ان هو الحراره عليت او سخن ما ياثر ليش على الجهاز الفلوماك. يعني اجيب وصله، دي وصله هي يعني عول اسمها وصله عول التوصيل كبيره، بتكون بوصه في بوصه بس لها سن خارجي في سن داخلي، عامله يعني زي العوله كده اللي هي عوله التطويل بس على بوصه. ده مخصصه للحاجات دي، موجوده تشتغل معانا برضه في العدادات بتاع المياه، برضه بتحافظ لي على جهاز الفلومايك واقدر اتحكم في الحل والربط فيها، غير السن البلاستيك لما يربط على المضخة برضه، لان المضخة دايما بتكون ظهر. ممكن اما اجي اربط الفلومايك ده على حاجة نحاس بيكون افضل معايا. طبعا التوصيله سهل جدا، والمفروض طبعا يجي كهربائي يوصله، لكن انا ان شاء الله لو في امكانيات او حد ان هو يقدر يعني عنده فكرة في الكهرباء ان هو يوصله عادي مفيش مشكلة. مفيش خلفية يبقى احنا ما نلعبش في حاجة او نخاطر بحاجة ان احنا ممكن تبوظ بعد كده، ان ايه يجي مثلا كهرباء. انا بتكلم على الحرفي اللي هيركب الشغل يا جماعة، مثلا صاحب الشغل او صاحب المنزل يجيب كهرباء يوصل. هو عامة توصيله سهل خالص، احنا عندنا دخول وخروج كهرباء وموتور، حاجة معروفة خالص. طبعا الزرار الاحمر ده برضو الستارتر التشغيل، برضو لو انا عايز افصل الفلوماك واشغله من هنا اقدر اتحكم فيه برضو من غير الخلاط، يعني لو عايز اتكي عليه واشغله، او في حالة لو هو ساعات ما بيشتغلش نتكي على الزرار الاحمر ده بيشتغل معانا. لازم نلف تفلون يا جماعة هو على السن معانا بالتجميع اللي احنا شايفينها دي. في برضه الفلوماك ده وفي منه بيكون راكب افقي كده وفي رأس، يعني في بيكون نايم وفي بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كلاته واحد على حسب يعني على حسب الشكل بتاعه. طبعا العازل ده برضه
لو متوفر يكون افضل برضو ان احنا بنحطه. طبعا انا عندي دخول وخروج، عندنا اللي تحت دون ده اللي بتوصل على المضخة، والخروج او الدخول اللي فوق دون ده اللي بيكون الكهرباء والارض والكهرباء معاه، والطرف الطرفين اللي هم في الاسفل الفلوماج ده هم بيكونوا دول اللي بيتوصلوا معانا على المضخة معانا. بنوصل عادي طرفين كهرباء وارضي، والطرف التالت لو انا عندي طرف تالت ده بيبقى زي ارس كده او ارضي عادي، ما فيش مشكلة لو ما حبيتش اوصله ما فيش مشكلة. توصيله سهل خالص. الناس بتبعت على حكاية تهريب برضو، حكاية تسريب المية يا جماعة. انا قلت لازم نركب شيك بالف يا جماعة، لان المية يعني معظم الاماكن ساعات بتقطع، ودي هو اللي بيسبب مشاكل كبيرة. مشاكل لما انا المية بتقطع عندي من خط البلدية، ومشاكل برضو من الجيران. يعني انا مش المفروض كل جار او كل بطارية يا جماعة يركب عليها، انا عندي بطارية توزيع هي، انا الصح ان انا اركب على الفرعات بتاعتها كلها، نركب على كل فرعة محبس وشيك بلف، محبس وشيك بلف. ليه؟ دي تبقى مجهزة لكده ومتطبقة جاهزة على المخارج بتاعتنا، بحيث انني اي موتور يشتغل ما ياخدش هوا من عند الجار التاني، او ياخد حنفية تكون مفتوحة مثلا في الدور الارضي، لان احنا معظم الادوار اللي تحت دايما ما بيركبوش مضخات، لان بتكون المية متواجدة يعني قليل خالص نركب مضخ. فمع تشغيل المضخات والكلام ده هو ممكن يبقى في حنفية مفتوحة ياخد لي هوا، الموتور ما يشتغل، يشتغل من غير نظام يعني، يشتغل شوية ويقطع يعني، يجيب لي شوية مية وتبص تلاقيه جاب لك هوا، وده طبعا بيأثر عندي على السخان وبيأثر على الخلاطات. وناس بتبعت لي كتير يقول لك في هوا في المية، يعني ما بتيجي دفعات دفعات كده، وده طبعا بيأثر طبعا على الخلاطات بالأخص. فاحنا يا ريت ان احنا زي ما انا اتكلمت عند بطارية توزيع، ما عندي راكبة وانا حبيت اعمل اركب لنفسي، ابص على المخارج التانية اللي هي في البطارية برضو، اتأكد اذا كان راكب فيها شيكات بلف ولا لا. يعني عشان كده انا بقول لك لازم يركب على كل فرعة من مخارج البطارية التوزيع، يركب محبس اولا وبعد كده يركب الشيك بلف، وطب فيها تطبق، او لو هي هيوصل مثلا الجار عليها يكون راكب عليها. والله انا في اماكن يعني يمكن عملنا على فرعات تانية شيك بلف عشان خاطر برضه نتلاشى المشاكل. الحاجة التانية ان هو بيمنعني حكاية التسريبات برضه، ده مهم جدا ان انا عندي يبقى الخط محضر، لان انا عندي في المواتير الكبيرة الضخمة اللي هي الحصان والحصان ونص، تنبطها بتكون كبيرة، لما المية بتيجي عندي تقطع كل ده بينزل، المية دي بتنزل في خط البلدية أو في الخط العمومي في الشارع لو أنا عندي في تسريب في الشيك بلف. أجي بعد كده شغل بيخش لي هوا، أبص ألاقي المضخة ما بتشتغل، بتغيب على ما تطلع مية، وده طبعا بيأثر على الموتور معانا. طبعا اللي احنا ركبناها على الفلوماي دي جلبة بسن داخلي، جلبة لاكور دي مخصصة برضو للفلوماك، بحيث ان انا اقدر اعمل صيانة بعد كده بكل سهولة. دي معانا الجلبة بسن خارجي، دي اللي هتبقى الدخول بتاع المية على المضخة، جلبة لاكور مسلوبة بتكون بوصة في 3/4، وفي منها بوصة بوصة لو انا عندي المواسير بتاعته بوصة، لكن احنا المواسير عندنا هتكون 3/4 25 ملي، فعشان كده بتكون الجلبة دي مسلوبة، وهي بتكون غالية شوية لكن بتكون أفضل. على فكرة خلي بالكوا يا جماعة، ساعات بتكون الجلب ده هي في منها حديد وبتكون مرشوشة لون أو مطلية، تحس إن هي نحاس، لكن هي حديد، وبعد ما تركبها بشهرين هتبص تلاقيها صدت زيها زي الشغل الحديد. طبعا اتأكد من الجوان السيليكون الداخلي، لأن ده برضه لو مقطوع ساعات بيكون جاي مقطوع، ممكن هيسبب لي تسريب مهما تعمل فيه، لازم هيحصل فيه تسريب ميه قبل ما نجمع عليه. طبعا الجلب النحاس دي برضه في منها معتمد وفي منها برضه يعني حاجات موجوده، ان شاء الله هنحطه في معانا في الحمام، ده المكان اللي هتحط فيه المضخه. انا كنت عايز احطه في المطبخ لكن صاحب المنزل قال لك هنخليه ان شاء الله في الحمام، وهناخد معانا من الفرعه دي. طبعا هيكون شغله صعب جدا لان عندي مواسير حديد كلها،
وبعد كده السباك محولها لي لشغل بلاستيك عامل كوعين صد رد مفيش مسافة نقطع منها. فإن شاء الله ربنا يوفقنا في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونقدر إن احنا نغذي على التغذية بتاع الشقة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة. عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.